مشاهدينا الأحبة، بدأت بمركز عمان الدولي للمعارض فعالية الدورة العاشرة لمعرض ومؤتمر النفط والغاز، وهذا المعرض يستمر لمدة 3 أيام بمشاركة واسعة من خبرات وأيضا بعض المستثمرين في هذا المجال وأيضا قطاعات مختلفة في مجال النفط والغاز. تساهم هذه الشركات إلى حد كبير في دعم الأعمال الاستكشافية المستمرة وأنشطة الإنتاج المتزايدة وتسويق منتجاتها، ويعد هذا الحدث أكبر تجمع لمجموعة شركات النفط والغاز الدولية وموردي التكنولوجيا والخدمات في هذه الصناعة. وسيقدم الحدث أفكاراً إذن شاهدنا هذا التقرير وهذا المؤتمر والمعرض الذي يهدف إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات التي تعمل في مجال وقطاع النفط والغاز لتوفر هذه الأرض أو هذا الأرض الخصبة أيضا لمنتجات شركات عمانية هنا معنا في السلطنة. دكتور، ضعنا في شركة تنمية نفط عمان تستثمر في الحقن بالبخار، الحقن بالمواد الكيماوية، الحقن بالغاز الخلوط. عندنا شركة أوكسيدنتال تستخدم الحقن بالبخار. هاي كلها شركات عالمية. في مدير عام استثمارات بترولية بوزارة النفط والغاز. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. إذا نتواصل معكم مشاهدينا الأحبة في آخر فقرة حول حكاية الرحال العماني أحمد بن حارب المحروقي، كيف بدأ هذه الرحلة وأين انتهت بعد هذا الفاصل.